يوم خطرنا على بالك؟ ولو يا مو، انت على طول بالبال، ان شاء الله بكفني هالنيغرب. هي اول مره بتعملها، تذكرت لحالك ولا حدا دفشان؟ لا يا مو، ما حدا دفشني. ولو مرت عمي صدقيني بديع، ما في ليله بينام فيها الا وبيقول يا رضا الله ويا رضا الوالدين. عم نمزح بطيخه بالبيت. عم نمزح، يقبرني جاب ولا ما جاب بعرف، بكفي حنيه قلبه علي. داري دغري جبت لك هذا مثل ما وصيتها؟ كنت جبت لك انا بحسن برفض لك طلبه. ايه امشي نعطيها لهديه. ايه لكن يا بنت روح البس. انا ما في داعي، ما عندهم كنبايات على العدد، ضروري نحرجهم انا وبديع وزياده. عمي روح لحالك، انا بخجل بقلب قد الكبايه. بتعطيها اياها وبتمشي. بخجل اذا اخذتها من ايدك احسن. امشي. حلوين يقبرني، بتضل الام ام. شلون شفتوا لي هالهدية حلوة؟ هلا مو حلوة. شو هاد يا مرت عمي، حفر وتنزيل. بس لو جايبه هيك غامق، لأن أنا لسني ما عاد يروح له معرقات وفواتح وهيك شيء. لا يا مرت عمي، هذا الطقم رجعك 70 سنة لورا، رجعت بنت 30 وجفت ب30 عين، يخرطشك من بين مناخيري. شو شايفتيني مألفة؟ مألفة مرت عمي. يألفوا عليكي مسلسلات. دخيل عينك، ما عندي غير هيك أنا أصلاً مرت عمي. خسي ولاد البيت. إيه؟ إيش عمي؟ قولي. بتقدري عظامي على هالكسم، قومي اعملي لك فتلة لإلي، قومي. لا 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 لا، منيح هيك ممدوح؟ منيح، خليكي عم تفتلي لحتى اقول لك وقفي. لا ما بيواطيني ممدوح بدوخ، شو شايفني بنت صف عاشر انا؟ ضحكت عنزي على باب مسلخ. قومي قومي ولا انت وياه طلعي لبرا، يلا روحي لعند جوزك انت وياه. يلا قومي قومي يلا. عمي بس بلا ضرب. ايه انا الايد اللي بدها تمد على بوران بكسرها، انا ما بضرب نسوان. ليش بدك يعني افتي العقوبة يعني؟ قال عقوبة، قال لو تعرفي وانت عم تفتلي شو عم يصير فيني. خير شو عم يصير ممدو؟ بس ما بقدر اشرحلي، كله جوا ما بينشاف بالعين. عمي بقبق بقبق. يعني منيح ولا مو منيح ممدو؟ منيح ولا مو منيح؟ انا قلت لك افتلي، يلا قومي افتلي، بتضلي عم تفتلي لحتى اقول لك وقفي. يلا واحد اثنين ثلاثة. قولي حاجتي ممدوح، دخلت وقف ولا كمل؟ وليه؟ أنا هذا اللي بدي إياه. يعني كل هدفك تدوخني ممدوح؟ لا بس بدي أشوف كم فتلة بدك لحتى تدوخي. ليش؟ في إلها تفسير يعني؟ لا عنت على بالي. ما عدمني إياه. خير مرت عمي، شغلتي لي بالي. كمان انت شفتي شفيق زعلان؟ لا امي لا، انا قلت لها انك تعبانه شوي. قوموا اقعدوا انتوا الثنتين هون على وسطكم شغله. يلا خليكي تبقي شيء. يلا قعدي. وينه ابي؟ راح من قبل الضو على سوق الطرش. وشو بده يساوي بسوق الطرش؟ ما بعرف، سالته قال لي اتركي لي يا مفاجاه. المهم هلا بتعرفوا ليش جمعتكم؟ عجزنا مرت عمي، عجزنا امي. بتروحوا انتوا الثنتين على اوضكم، بتلبسوا الاواعي الجداد اللي جابوا لكم اياهم جوازكم مشان العيد، وبتجوا لعندي فوران. ايه بس مرت عمي لسه ما اجى العيد. بدنا نكيد العزال، طول عمرهم عم يكيدونا، جوزي جاب لي وجوزي اخذ لي، بدنا نفهمهم انه نحن كمان في عنا رجال تجيب لنا. في عندك خطه محدده شلون نكيدهم ولا هجوم عشوائي؟ لا كل وحده بتستلم جبهه، انت بتستلمي ميساء وانت بتستلمي نسوان عفيف. وانت مرت عمي؟ أنا بدي استلم أم هاني وبدي نشف لها دمها وفهمها إنه هي ودكانتها بأيام الغلا ما بيسوا فرنك مصدي. شو عملت لك أم هاني حتى بدك تكيدي يا أمي؟ كل ما جوزها لقالها شغلة وبحبش بالزبالة وعطايا بتجي بتتعنطص قدام خلقتي. شو هاد؟ شو هاد يا سلام؟ تهري وتجددي. تهري وتجددي، هلا هاد اللي طلع معي. كان شو بدي أقول لك؟ ما في غير هالديباشتين، كلمه مبروك قلنا لك اياها، وتهري وتجددي هي قلنا لك اياها. هلا انا عم ارجيكي مشان اسمع ديباجاتي. لكن مشان ايش؟ مشان تخلي جوزك وابنك يشتروا لك. لا حبيبتي انا بشتري لحالي.
ليش شو ناقصهم حتى ما يشتروا لك؟ ولا ابو منال مو شاطر الا يبحبش لك بها زباله ويعطيكي؟ لك لا ما دخل زباله مو زباله، ان كان هاني وان كان ابو منال اذا بدهم يشتروا لي بدهم ياخذوا مني المصاري. بقى ليش انا حتى اتعب حالي؟ بروح انا بنقي على ذوقي، لانه اثنين ما عندهم ذوق، بنقي على ذوقي بشتري وبدفع مصاري وبمشي. ما استفدنا شيء. هاي تشربي قهوه؟ قديش شفت نسوان بحياتي؟ كهيني قد امك ما شفت. شوفي لقلك هي قصص النسوان لا تدخليني فيها. ما عم دخلك بقصص النسوان، بس انا بدي اياك تعرف امك شلون بتفكر مشان يكون عندك علم. بايش؟ يعني اليوم ام هاني بكره بيجي دوري. انت بتعرفي انه انا ما برد على حدا، بقى ما في داعي تحذريني. ايوه يب. ايوه ايوه اهلين عم. الحقني بديع. خير في شيء؟ الحقني لاشرح لك بالتفصيل اوام. اذا امي كهينه فابوكي فرد شقفه تضربي انت وابوكي. خير عمي؟ في شيء؟ الواحد بس تكون شغلته ميسره ما في منها. شغلت ايه؟ اما شو قعتلك على كبش؟ وين؟ بسوق الطرش. اما شو القرن عليه 4-5 لفات. ليش الكبش؟ للعيد. لك طول عمرنا عم نقضيها 4-5 كيلو جوانح، دغري بدك تنط على الكبش اول ما شطح نطح. بدنا نوزع على روح امواتنا، خليها تضل فاتحه بوشنا. كنت احكي الله يصلحك، اذا مثل ما عم تقول قرنه لافف 3 لفات معناتها عمره على الاقل 70 سنة ولحمه مثل الكاوشوك. قلت ما بدي القزك قبل الضو. مو مشكله، هلا بديع بيروح معك وبيعطوكم واحد اول عمره. خلص فات الاوان، بيكون اللحام سلخ جلده. منين جبت مصاري؟ ما جبت. شاطرك يا ببلاش. لا مو ببلاش، بديع بيدفع. لي انا بدي ادفع؟ اذا انا بدي ادفع معناتها بناكله نحن، يا اما بشاركني شفي. حاجتي شفيق عليه الحلو، مريت على الحلواني وقلت له يعملنا تشكيله من كل نوع كيلو كيلو. اي من وين؟ انا الهديه ما جبتها الا بطلوع الروح، لا ومن كل نوع كيلو كيلو. رجال انت ولا مو رجال؟ رجال انا رجال، فهمنا رجال، يعني اذا كنت رجال تركبوا على كتافي. شفيق استسلم، ضروري تعن، بدك تجيبهم، يعني بدك تجيبهم. ايوه حارق انسان جميل عمرو. بخير 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 علينا. لا تقلبوا لنا الحفلة نكد بنكد، خلونا رايقين ومبسوطين. هو باسة برا، بس هالجمعة بتسوى الدنيا وما عليها، مو كل يوم رح نقعد هالقعدة. مزبوط عمي، وبمناسبة هالجمعة الحلوة واللمة الحلوة أنا رح أغني، شو رأيك زهرة؟ الله حيا بطل. رح تغني بديع؟ لا تقلب لنا العيد محزنة. يبليكي بقتلك على الضحكة، إيه مرت عمي لا تحطمي له مواهب ولا بديع، غني بديع. يا حبيبتي، مو ناية حطين شي، بس يا عصرتي ما في شي بيتحطم. بس نوران بديع جاي على بالك تغني؟ ايه غني، خليه غني، نحن اهله بنتحمله، احسن ما يغني برا يرجع لنا مقلوع عينه ومكسور. لا عمي اذا مجامله ما بدي غني. لا مو مجامله غني. خلصنا عم نمزح بديع. شو عم تمزحي؟ ما عم تمزحي امي بعد ما بهدلتيني؟ انا رح تعمل لي قصه نالك غني. حبيبي انا عم غني مشانكم، اذا ما بدكم تصطفلوا غني نالك غني. يا عمي بعمرك لا تقول للمغني غني او للرقاص رقص. لا بدي اقول للمغني غني وللرقاص يرقص وبده يغني ولا بتصير معي. يلا يا اهل الحاره كل عام وانتم بخير. يا بنات تاخذوا حبه حبه، ما بدي الناس يقولوا عنا فجعانين. حاضر بابا. يعني فيكم بدها تاخذ حبتين تاخذ بس بدون ما حدا يشوفها بخفيه. يلا صفوا وراي صفوا. ميسا حبيبتي خلي قطعتها لغريبه من ايدي، كيف طيبه ظريفه. شو حيقول لك؟ كل عام وانت بخير. اهلين بابا. اهلين. الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك. كل عام وانت بخير. ان شاء الله العيد الجاي بشوف على ايدكم ولدي يا رب يا حق. الله يخليك الله يحفظك. فوتوا يا بنات فوتوا فوتوا تنقلوا وسلموا على اختكم وعيدوا عليها هي وسهلكم. والله الحمد لله. مرت عمي مو معك زعلانه بالمطبخ هي عم تطبخ كل شيء ترجلها.
شو هالزفه؟ هذا من البالي اللي تقول لحدا؟ ظريف ايوه ظريف والله الحمد لله. شو بدي اقول لك يعني؟ انا بعد العيد جتني شغله هيك على راسي مشان يعني تروح تساعدني. خليك معي سهري مشان تروح تساعدني عرفت شلون؟ هيك ما على راسي عم بعمل انا ارسل انا وياه بعدين يعني انا هلا ناوي اروح عيد على الست بوران. تروح معي تروح معي تروح معي سهري. لا بتعرف تمشيني معي دين هلا ما بدي اتركهم. ايه على راسي يعني والله سهري انت ظريف يعني انا بحبك. الله يخليك عمي الله يخليك. سهري شو بدي اقول لك يعني؟ اهلين وانتم بخير. الست شفيق والست بكيع موجودين؟ كله موجودين. الدنيا عيلتك كمان. لانه بدي عيد عليهم انا. لا تؤاخذونا سري لا تؤاخذونا ان شاء الله ينعاد عليكم بالخير يا رب. وعليكم عمي وعليكم. السلام عليكم. اهلين وسهلين عمي شرفتوا عمي. لو اخذتي قطعه الغرامه من ايدي ما كنت كسبتي حالي. وانت بخير بابا؟ الله يرضى عليك يا ناي الله يرضى عليك. ان شاء الله كل عام وانت بخير يا عمي. وانت بخير يا سري. العيد الجاي نشوف لك هيك ولد. الله يسمع منك. يلا يا بنات يلا يلا قلتوا عيدوا على اخكم وصهركم ودرايرها وتنقلوا. لا 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 ما في داعي يتنقلوا. انا شايل لهم من كل نوع حبتين حبتين. حنان لك يا يلا حبتين. بتفكر حالي مغدور طلعت اخذ احلى وحده فيهم. اهلين سهري. تفضل بابا. الله يرضى عليك. كل عام بخير. الله معك. ان شاء الله كل عام بخير عمي. وانت بخير. الله يعوض عليك. شرفني. الله يخليك. يلا يا بنات يلا يلا الله مع بابا. مع السلامة. بابا لا تعتبي علينا بدنا نلف على كل أهل الحارة ونعيدهم. بابا أنا ما عم بحكي مشان هيك. لكان من كان شو؟ ما شفت إخواتي إشوا كل شي على الطاولة مثل الجرات. لك بنتي أنت مو غريبة. العيد بالنسبة لي أنا باب الرزق. إيه نعم يعني بعدين كل اللي بياخدوه إخواتك باخدوا أنا وبيعوا. شو نسيتي؟ ما نسيت بس حقلك تبطل هالعادة اللي بتخجل. قال لي 4-5 آلاف ليرة بيمغصونها. فوتي الله يرضى عليك جيبي لي هالكراتين العلب الفاضية هي منشان بيع الحلويات بالعلب أحسن ما بيعهم بالكيلو. يلا فوتي. الموسم اللي ماضي كان أحسن من هلا العيد اللي مضى. إيه قلت لك غني يعني بدك تغني غصبا عن الطحطح تبعك. يا ابي يا ابي ما بتطلع معك ما بتطلع يا سماح. عمي حمى يبليني بقطع لساني كل مره بتسبب. يلا غني. طيب طيب عمي نرد ورا نحن لما يغني. ردوا. ايه ماشي غني غني خلص رح يغني رح يغني غني غني. يا عيد يا عيد يا عيد. ردوا. يا عيد يا عيد يا عيد. غني. يا عيد. ردوا. يا عيد يا عيد يا عيد. غني. يا عيد. اوف هلا عمي هي الغنية. خلص خلينا نعمل وفد نعيد على اهل الحارة بركي بيرجع من سفرات. ماشي يلا قوم يلا قوم على مهلك مش بدك تتكى علي حبيبي بدي